التاريخ 7 مارس 2016. المكان مدينة بنجردنة التونسية الواقعة في الحدود مع ليبيا، يوم كسر الجيش والأمن والشعب التونسي شوكة تنظيم داعش الإرهابي. في ساعة مبكرة من الصباح قامت مجموعات مسلحة إرهابية بالهجوم على المدينة في محاولة للسيطرة عليها، لتعترضها قواتنا البواسل من الجيش الوطني التونسي والحرس الوطني والشرطة. ملحمة بنجردان أو حادثة إحباط مخطط تنظيم داعش الإرهابي تركيز إمارة داعشية عبر هجومه على عدد من المقرات العسكرية والأمنية في الجهة. استفاق كل التونسيين على خبر هجوم إرهابي استهدف 3 مواقع أمنية بالتوازي، منطقة كل من الأمن والحرس وثكنة الجيش بالمدينة، والتي شهدت وابلاً من الرصاص الإرهابي، ظناً منهم أنهم بصدد تأسيس إمارة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ليعودوا على أعقابهم خائبين وخاسئين، ليتم التصدي لهم من طرف القوات الأمنية والعسكرية والقضاء على العشرات من الإرهابيين خلال المواجهات يوم 7 مارس 2016، وعلى عدد آخر منهم في الأيام التالية بعد الهجوم الجبان، بالإضافة إلى القبض على عناصر إرهابية أخرى خطيرة وحجز معدات حربية وكميات من السلاح والذخيرة. أسفرت الاشتباكات عن مقتل 36 إرهابيا و12 من قوات الأمن والجيش و7 مدنيين وإصابة 27 شخص وإيقاف عدد من المسلح. 8 سنوات مرت على ملحمة بنجردان، والتي مثلت لحظة مفصلية في تاريخ تونس التي انتصرت خلالها فعليا على الإرهاب. ملحمة بنجردان خلفت خسائر بشرية ومادية، لكنها دحرت التنظيم الإرهابي في عملية نوعية أثبتت بالجزم استعداد الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية لمواجهة أي تهديد إرهابي يهدد سلم البلاد. الحياة FM، الإذاعة الأولى للصحة في تونس.